ما شاء الله إذا في المقابلة جينا كرتالي من الأسود كي جات معنا داك الشيء اللي وقع في المجال الكبير اللي داق في تونس فرنسا بالضبط لا ما علاش الناس مسؤولين على الكرة العالمية كاع لا فيفا فرنسا علاش ما دخلش كل شيء باين الفيديوهات باينين الماتش الي ورود ورود وكل شيء زعما الظلم اللي وصلنا ليه هذه الطريقة الوحيدة اللي لقينا باش نعبروا عليها الاحتياج ديالنا وكنتمناو هاد الناس ينظفوا هاد الكرة اللي ما بقاش كتفرح الصراحة أصبحت أبطال نهائي وقع فيه داكشي زعما حنا لا الكحل دابا الجماهير ديال الوداديه كامل اللي كتحج المركب محمد الخامس كتلبس اللون الاسود. علاش كتلبس اللون الاسود؟ احتجاج على القرار ديال الكاف على القرار ديال الطاس وعلى المهزله اللي داروا لنا في رابيس هادشي اللي كاين. وبالنسبه للذكرى ديال ذكرى الوفاة الذكرى السنوية وفاة بالخوجة باش نهضوا على ذكرى الوفاة ديال بالخوجة غادي تكون واحد يكون واحد العيب من القدام ان شاء الله في الرينيوات ديال الدراري ديال العطرة وغادي يكون واحد احتفال جرحهم هادشي اللي كاين هذا راه نوعية ديال الاحتجاج الحضاري معناها هذا صداع على شغال اللون الاسود يعني حيدان لا على ان الظلم كيعطي اي نادي اذا كان كل الانديه عندنا المغربيه كلهم كيحتجوا بالطريق راه لاباس عنا علاش اليوم لابس لك الحال علاش لابس لك الحال؟ لا رضا تشكناو شي لا السلام عليكم اليوم لابسين اخويا الكحل على قبل رضا تشكناوشي اللي وقفوا مده ديال 3 شهور احسن حاجه يوقفوا اللعابه كاملين ديال الوداد وثاني حاجه لابسين الكحل على قبل العصبه زعما نقول لك انت راه شي راه البارح عاوتاني نفس الفيلم والبارح نفس الفيلم بديت باو يدوزو بيج اورجو بين ماشي حتى بحال البيت ديالنا حنا ديال الكرش اللي ماشي اورجو السلام عليكم الوداد قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا